أبراج عمرانية بطوابق لا متناهية أصبحت اليوم منتشرة كالفطريات وسط الأحياء السكانية وبمختلف المناطق. كل مدينة لها مقاييس والتي يتم تحديدها في رخصة البناء المتحصل عليها، إلى أن العديد من الخروقات يتم تسجيلها في الكثير من المرات. احنا عندنا مفيش تكنيك، عندنا رخصة بناء اللي نحطوا فيها كل المعلومات اللي جاست على لي زافي تاع المديرين، مدير تعمير والبناء، مدير المحافظ العقاري والحماية المدنية. واحد تحيل على رخصة بناء يا خويا يتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته من جهة العدالة، ويتحمل مسؤوليته من جهة القانون، ومن جهة كذلك من جهة الولاية ومن جهة البلديات. تشييد العمائر وسط الأحياء السكانية تخضع لقواعد التهيئة والتعمير التي يجب احترامها، وإلا يتم إلغاء رخصة البناء من طرف العدالة. أي واحد يقوم ببناية، قواعد التعمير تحدد علو، تحدد مسافات تحترم بالنسبة للجيران من الشمال، بالنسبة من الجنوب، من الشرق، من الغرب، لكن إذا كانت الفوضى فإن كل هذه القواعد لا تحترم، فيصبح مخالف لقواعد التعمير. وبالتالي إذا كانت الرخصة المدنية موافقة لقواعد التهيئة والتعمير اللهم بارك، وإذا كانت مخالفة فتلغى رخصة البناء بحكم قضائي من المحكمة الإدارية. جشع العديد من المرقين العقاريين دفع بهم إلى تشييد بنايات بمثابة علب من الإسمنت غائبة فيها كل المعايير، والأدهى والأمر تباع بآلاف الملايين.